الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بأن يترك أحدنا الحرام، وأن يتقن الفرائض، وأن يؤدي من النوافل ما استطاع، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بلا ريب يا أيها الإخوة، أننا ماضون إلى حياة في الدار الآخرة يفرز فيها الناس على أساس هذه الأربع: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في كل يوم نودع بعض أرحامنا أو بعض أصحابنا، أو قريباً أو بعيداً، وفي يوم من الأيام ستكون أنت وسأكون أنا هذا الراحل، وسنقف بين يدي الله تعالى ليسألنا عن الحرام هل تركناه. كل خطب الجمعة إنما هي تذكرة بترك الحرام وبإتقان الفرائض وبأداء النوافل وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. الوقت مناسب يا أيها الإخوة، يا أيها الرجال، يا أيتها الأخوات، لمن كان فينا مقيماً على الحرام أن يستغفر، أن يتوب، أن يندم، أن يرجع، أن يبدأ مع الله تعالى بداية جديدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. حضور خطبة الجمعة يكفر ما مضى من الجمعة الماضية، ما اجتنبت الكبائر، ما لم يكن هناك حق للعباد لابد أن يعاد، ما لم يكن هناك كبيرة من الكبائر لابد بينك وبين ربك أن تتوب الآن منها، لتبدأ من بعد الخطبة بداية جديدة. ترك الحرام الوقت مناسب له، ثم إن كنت مقصرا بالفرائض فعد إليها وربك يعين، ولا تدع الشيطان يوسوس لك بأنك لا تستطيع. فأكثر من ترى يؤدي الفرائض ولست بأقل منهم شأناً، وأدي من النوافل ما استطعت. هذه التقوى على مستوى الفرد. ثم إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، إذا تناصحنا فيما بيننا، إذا نصح الأخ أخاه، والصديق صديقه، والجار جاره، والابن أباه، والأب ابنه، والزوج زوجه، هناك تنتشر التقوى في المجتمع. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن كثير: يهدي إلى الرشد، يعني يهدي إلى السداد والنجاح. إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد، يهدي إلى السداد والنجاح. وقال الله تعالى على لسان فتية أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً. قال المفسرون: يعني يسر لنا طريقاً سديداً للخير والحق. والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، يعني اهتدى إلى طريق الحق والسداد والخير والصلاح. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، لأنه سيبتعد عن طريق الرشد والخير والصلاح والسداد. ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه،
ولا يضر الله شيئا. هذه هي الخطبة السادسة في سلسلة دليل إرشادي. تتناول كل خطبة من هذه الخطب مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا، وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص منها. تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على تبصر طرق الحل وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه. ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين بالمشكلة، لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة. عنوان خطبة اليوم: حضانة ولدي. المسألة: متزوجان من 5 سنوات ويقع بيننا خصومات متكررة، أرى أن زوجتي لا تعطيني حقوقي كاملة، وتقول هي إنني لا أعطيها شيئا من حقوقها. الأسبوع الماضي مضت زوجتي لبيت أهلها مع ولدي ذي 4 أعوام، أرسلت لي قائلة إنها تريد المخالعة. أنا لا أثق بتربية زوجتي لولدي، ولا أحب أسلوب بيت أحمائي في العيش. أريد أن توقع لي زوجتي على تعهد تتنازل فيه عن حضانة الولد لي مقابل أن أيسر لها المخالعة، وإن كنت أظن أنها لن توافق، فبماذا تنصحني؟ الدليل الإرشادي في خطبة اليوم: 3 بنود تعين على تبصر الحق في هذه المسألة وأشباهها. الفقرة الأولى: الصلح خير. والثانية: انحلال عقد الزواج لا يعني تشفي كل طرف من الآخر. والثالثة: الحضانة حق للصغير. الفقرة الأولى: الصلح خير. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالقرآن يقول: الصلح خير من الفرقة، والصلح خير من استمرار الخصومة. وكلمة خير على وزن أفعل، يعني أخيار، يعني أيهما أخيار، الفرقة أو الصلح؟ القرآن يقول: الصلح خير. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فلن يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا. الصلح خير من الفرقة وخير من استمرار الخصومة. والصلح وإن كان فيه صبر مؤلم فعاقبته جميلة. فالصلح بين الزوجين خير من ضياع الأولاد وشتات الأسرة والفراق. والصلح بين الشريكين خير من إضاعة المال في القضاء وإضاعة صفاء القلب في الشحناء والبغضاء. والصلح بين الفريقين خير من الوقوع في أعراض الناس وشماتة الأعداء والمبغضين. وهكذا الصلح خير، هكذا يقول القرآن الكريم. وقد سمى الله تعالى كما تعلمون صلح الحديبية، تتذكروا شو سماه في القرآن؟ سمى الله تعالى في القرآن الكريم صلح الحديبية فتحا، فقال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مع أن الصلح في ذلك الوقت صلح الحديبية كان فيه ضيق وشدة وألم للمسلمين، لأنهم عادوا من حيث أتوا ولم يدخلوا مكة. ذكر في صفات العاقل أنه يحب الوئام والسلام ويكره الشجار والخصام. وقديما قالوا: صلح خاسر خير من قضية رابحة. ومثلما رغب الإسلام أيها الإخوة بالصلح، فإنه رغب بالإصلاح بين الناس،
وإني لأتمنى، وهذا أمر أطرحه في كل حين بين أيديكم وأيدي غيركم، إني لأتمنى أن تؤسس جمعية في هذه البلدة ليست معنية بإعطاء المال للفقراء ولا بالاستفادة من مالك في زكاته، ولكنني أتمنى أن تؤسس جمعية لإصلاح ذات البين. هذه الجمعية تتخصص بالإصلاح بين التجار، وبالإصلاح بين الأزواج، وبالإصلاح بين أفراد الأسرة، وبالإصلاح بين الجوار، وهكذا. ينفق فيها أحدنا من جاهه، وينفق فيها أحدنا من وقته، وينفق فيها أحدنا من لسنه، من أجل أن يوفق بين الناس. كما أمر الإسلام ورغب بالصلح، رغب بالإصلاح بين الناس، فقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. كثير من أحاديث الناس ما فيها خير. لا خير في كثير من نجواهم، كثير من جلسات الناس لا خير فيها، كثير من لقاءاتهم لا خير فيها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا كانت جلساتنا من أجل الصدقات والمعروف والإصلاح، إذا كانت سهراتنا من أجل الإصلاح والمعروف والصدقات، فهناك تكون خيراً. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ أفضل من أن تصلي قيام الليل وراء الكعبة، وأن تصوم في كل يوم نافلة، وأن تبني مسجداً وتتصدق. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ يعني من النوافل. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، أن تصلح بين زوج وزوجته، أو بين أخ وأخيه، أو شريك وشريكه، أو جار وجاره. فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. فالمتوقع من كل من الزوجين الصبر على صاحبه، والإحسان إليه، وتقوى الله فيه. وقد قرأت مرة لأحد الدعاة قوله: ليس في الزواج حقوق للزوج ولا حقوق للزوجة، ولكن فيه حقوق للأسرة. يا شباب، إذا تزوجتم لا تسألوا عن حقوقكم، لا تقل لزوجتك: أين حقوقي؟ ليس لك حقوق، الحقوق لهذا البيت الذي أنشأته. يا أيتها الفتاة، لا تقولي في الزواج: أين حقوقي؟ لا حقوق لك، الحقوق لهذه الأسرة التي أنشأناها ونريد أن تتماسك. والمتوقع من والدي الزوجين وأرحامهما وأصدقائهما المساهمة في الإصلاح بينهما، وتدريبهما على طريقة احتواء المشاكل. في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية نعقد جلسة لمدة ساعتين عن قواعد في احتواء المشكلات الزوجية. 100% إذا تزوجت سيكون هناك مشكلات بينك وبين زوجتك. 100% عندما تذهبين إلى حفلة العرس، اعلمي أن بعد ليلة العرس وبعد زواجك بأيام أو أسابيع أو أشهر سيكون مشكلات بينك وبين زوجك. ليست المشكلة في المشكلة، لكن المشكلة في طريقة احتواء المشكلة والتعامل معها. فقوم يحتوون المشكلة فيحولونها إلى تكامل، وقوم يحولونها إلى تقاتل. فنحن بحاجة من ذوي الزوجين أن يدربا الزوجين على طريقة احتواء المشكلة، وليس الهروب من المشكلة بالطلاق أو بالخلع. الفقرة الأولى في الخطبة: الصلح خير. الفقرة الثانية: انحلال عقد الزواج لا يعني تشفي كل طرف من الآخر. إذا كان هناك طلاق أو كان هناك خلع، فليس معناه أنني أريد أن أنتقم منها، ولا هي تريد أن تنتقم مني. ما لأجل هذا شرع انحلال عقد الزواج؟ شرع الله أيها الإخوة حل عقد الزواج لإدامة التراحم والاحترام بين الزوجين. الزواج من أجل المودة والرحمة، والطلاق لأجل التراحم والاحترام. أنا لم أستطع أن أحترمها زوجة، الآن سأحترمها مطلقة.
هي لم تستطع أن تحترمني زوجاً، الآن ستحترمني مخالعاً. الزواج شرع من أجل الاحترام والمودة والرحمة، والطلاق شرع من أجل الاحترام والرحمة. شرع الله حل عقد النكاح لإدامة التراحم والاحترام بين الزوجين، إذ ربما استحالت الحياة الزوجية بينهما ولم ينفع الصلح. ما الاحتمالات العقلية لحياتهما؟ الآن انسى التشريع، في شخصين زوج وزوجة تزوجا، ظنا بأنهما سيتوافقان بشكل جيد، مرت عليهما سنوات طويلة، التوافق صفر، لا استطاع أن يقترب منها ولا استطاعت أن تقترب منه لسبب من الأسباب ويحدث. ما الاحتمالات العقلية للتعامل مع هذه الحالة؟ إما أن نقول لهما ابقيا مع بعضكما البعض ولو أرهقكما هذا البقاء، ولو شق عليكما هذا البقاء، ولو تألمتما من هذا البقاء، وإما أن نقول لتتفرقا بالمعروف. هذه هي الاحتمالات العقلية، إما أن يبقيا مع بعضهما البعض بمشقة كبيرة أو يتفرقا بمعروف. والمنطق يقول هو الحل الثاني أسلم، من أجل هذا جاءت به الشريعة الإسلامية. إما أن تستمر الحياة المشتركة مع ضنك شديد وظلم كل منهما لصاحبه، وإما أن يتفرقا بضوابط معينة، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. والمنطق السليم يتجه إلى الخيار الثاني، ولذلك اختارته الشريعة الإسلامية، لأنه أصلح للناس وأنفع للأسر وأدوم للألفة إذا استخدمه المرء وفق ضوابط الشريعة. فأذنت الشريعة للزوج بطلاق زوجته على أن يدفع لها تبعات الطلاق المادية، أذنت لها أن تطلب هي المخالعة منه على أن تتنازل له عن شيء من المال، فإن رضي تمت الفرقة. أذنت لكل منهما أن يرفع الأمر إلى القضاء ليفرق بينهما القاضي، ويحمل كل طرف التبعات المادية للفرقة. ومهما يكن من أمر، فتشريع حل عقد الزواج إنما شرع رعاية للمصلحة ودفعا للمفسدة، فقد شرع لإبقاء الاحترام بين الطرفين لا لإعلان الحرب بينهما. شرع لتأمين مصلحة كل منهما لا لإفساد حياتهما. شرع للتسريح بإحسان لا للتفريق بطغيان. شرع ليحسن كل منهما للآخر لا ليتشفى منه وينتقم. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فمهما أراد زوج طلاقا فليكن طلاقا رحيما. لا بأس، لا بأس أنت وجدت بأن الأمر مغلق وحاولنا الإصلاح مرارا والأمر مغلق، ليكن طلاق، لكن اجعله طلاقا رحيما. ومهما أرادت امرأة المخالعة فلتكن مخالعة كريمة. ما في حرج، أنت لم تعودي تستطيعين واستشرت العقلاء والخبراء قالوا الأفضل أن تتركي، ما في مشكلة ستتركين، لكن اجعلي خلعا كريما واجعل طلاقا رحيما. ومن أجل هذا شرع حل عقد الزواج. الفقرة الثالثة الأخيرة: الحضانة حق للصغير. بصير تكتب زوجتك ورقة تتعهد فيها أنه تتنازل عن الحضانة؟ الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه، وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره. والأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بإجماع العلماء لوفور شفقتها، إلا أن تكون غير مأمونة أو تكون مشغولة بحق غيره. الأمهات بالحضانة أليق، وهن بالأولاد أشفق. لذلك جاءت الشريعة لتقول إن الحضانة للأم. هل هذه الشريعة ذكورية؟ أليس الأب أبا لهذا الولد؟ الشريعة لا تنظر لا ذكوريا ولا أنثويا، تنظر للمصلحة. النساء بالحضانة أليق، وهن لها أشفق. من أجل هذا كانت الأم أحق بحضانة الولد باتفاق العلماء بعد الفرقة، إلا أن تكون غير مأمونة. أحيانا تكون أم، نسأل الله السلامة، فاجرة يثبت عليها بأدلة الفجور، يثبت عليها الإهمال الشديد، مشغولة بحق غير حق الولد، هناك تنتقل الحضانة منها. لكن هذا أمر استثنائي، أخرج أبو داود وغيره
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: إن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تتزوجي رجلا غريبا، إذا تزوجت ستنشغل بحق غير الولد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. بيصير وقع زوجتي على ورقة تتنازل عن الولد؟ الحضانة حق للولد، والحضانة حق للطفل، فإذا خالعت المرأة على التنازل عن حق الحضانة حق لها أن تسترده بعد المخالعة ولو لم يرضى الزوج بذلك. يعني هي لو وقعت بعد ما تتم المخالعة بتنزل ثاني يوم على المحكمة بتقول أنا بدي ابني، والمحكمة توافق الشريعة وترد الولد لأمه، لا لأنها تميل للنساء ولا لأنها تميل للرجال، لأن مصلحة الأبناء الصغار مع أمهاتها. قال الفقهاء: يصح أن يكون بدل الخلع من النقود. المرأة لما بدها تخالع بدها تدفع شيئا، ممكن أن تدفع من النقود أو من المنافع المقومة كسكن الدار. ممكن تقول له: في عندي بيت أنا سكنه سنة بدون إجرة. أو من الحقوق كإسقاط نفقة العدة. المرأة لما تطلق بدها نفقة عدة، إذا قالت لهم سامحتك بنفقة العدة منيح. ويصح الخلع على إسقاط الحضانة عند الحنفية، ولكن لا يسقط حق الأم في الحضانة لأن هذا الحق للولد، فلا تملك الأم التنازل عنه، فلو خالعت على أن تتنازل عن حضانة الولد صح الخلع وبطل البدل. يعني الخلع بتم بس منرجع الولد إلى أمه إذا أرادته. وعلى ذلك جرى قانون الأحوال الشخصية السوري، فقد نص في المادة 103 منه: إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان الولد لحاضنته الشرعية ولها أن تأخذه منه. هذا وتستمر حضانة الولد عند أمه إلى سن 15 في التعديلات الجديدة لقانون الأحوال، ومن ثم يذهب إلى أبيه. على أن هناك أمراً مهماً، فالشريعة أيها الإخوة التي قدمت الأم بالحضانة قدمت الأب بالولاية. يعني هذا الطفل بعد الطلاق محضون عند أمه لكن أبوه هو ولي أمره، والولاية هي إشراف الأب على شؤون الولد القاصر، الإشراف على أموره الشخصية والمالية من تأديب وتعليم وتطبيب. فالأب هو الذي يقرر المدرسة التي سيسجل فيها الولد، والأب هو الذي يتابع معالجة الولد، والأب هو الذي يثمر أموال الولد إذا كان لهذا الولد أموال. الأم حاضنة والأب ولي، فالحضانة للأم والولاية للأب، وبهذا يبقى الولد في رعاية الاثنين وعنايتهما. معناتها كل كم يوم الأب له صلة بالولد وكل كم يوم الأم له صلة مع هذا الولد، وكمال كل ولد أن يبقى في رعاية أبيه وأمه، وليس صوابا حرمان ولد من أحدهما أو إيغار صدره ببغضهما. فالحضانة أيها الإخوة حق للصغير، الأم تحضنه والأب ولي عليه. ختاما أيها الإخوة، نقول للأخ صاحب المسألة وزوجته: ابذلا جهدكما للمحافظة على أسرتكما، فصلاح أمركما فيها، ولئن كره أحدكما من الطرف الآخر خلقا فلعله يحب منه آخر. قديما قال بشار بن برد: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. تعرف واحد ما في عيب بنوب؟ إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها.
كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. واذكر أن عاقبة الصبر حلوة، فإن رأيتما استحالة استمرار الحياة الزوجية بعد استشارتكما من تثقون بدينه وعقله ممن حولكم، فليكن فراق بمعروف، بطلاق رحيم أو خلع كريم. واعلما أن الولد ولدكما، سلامته في أن يكون معكما وينشأ بينكما أياما مع أمه وأياما مع أبيه، حضانته لأمه والولاية عليه لأبيه، وتوفيقه بيد الله تعالى، بدعائكما له وبركما فيه واحترامكما لبعضكما أمامه وفي غيبته، والله أعلم. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.